بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مستر علي من قناة تريدون الحديث. تعالى في هذا الفيديو الجميل جدا نتعرف على حاجة اسمها مجموعة الأعداد. الأعداد لو جيت تبص عندك عند الأعداد، عندك أول حاجة اسمها الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية، والأعداد الطبيعية ديت هذه يرمز لها بالرمز N. أوكي، وما هي مجموعة الأعداد الطبيعية؟ الأعداد الطبيعية تبدأ من الأعداد التي هي تبدأ الـ N تساوي مجموعة الأعداد من 0 1 2 3 إلى ما لا نهاية. المجموعة الثانية من مجموعة الأعداد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة، الأعداد الصحيحة، ونحن نعلم جيدا أن الأعداد الصحيحة هي الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة ومن بينهما الصفر. والصفر ليس موجب وليس سالب، ولكنه يقع محايدا بين الأعداد الصحيحة الموجبة والأعداد الصحيحة السالبة. بيرمز لها الأعداد الصحيحة بالرمز زد، وتكون كالآتي: صفر في المنتصف، على اليمين بيكون الموجب، وعلى اليسار بيكون الأعداد الأعداد السالبة إلى ما لا نهاية. المجموعة الثالثة هي الأعداد الصحيحة الزوجية. هناك أعداد صحيحة زوجية ويرمز لها بالرمز الأعداد الصحيحة الزوجية، ويرمز لها برمز ZE، E اللي هو Even Number. أوكي، وتبدأ طبعا حضرتك إن طبعا معروف إن الزد الأعداد الصحيحة الزوجية تبدأ من الصفر، طبعا معروف إنه عدد زوجي، وعندك طبعا الموجب أو السالب 2، وهكذا موجب أو سالب 4، موجب أو سالب 6، موجب أو سالب 8 إلى ما لا نهاية. أوكي، وهكذا الأعداد الصحيحة الفردية. هناك مجموعة أخرى تسمى بمجموعة الأعداد النسبية، الأعداد النسبية. هذه الأعداد النسبية يرمز لها بالرمز Q، وهو أي عدد يمكن كتابته على صورة على صورة بسط ومقام، بس بشرط بحيث ان المقام لا يساوي صفر. يبقى درسنا الأعداد الصحيحة، الأعداد الطبيعية، الأعداد الصحيحة الزوجية، الأعداد الصحيحة الفردية، الأعداد النسبية. المجموعة الخامسة من الأعداد وهي بتسمى بالأعداد الحقيقية، الأعداد الحقيقية، وهي يرمز لها بالرمز R، وهي مجموعة شاملة، أي أنها تشمل كل هذه الأعداد الطبيعية وصحيحية وزوجية وسالبة. أي من هذه المجموعات بينتمي لمجموعة مين؟ المجموعة R، ينتمي لمجموعة R. وآخر حاجة بيسموها الأعداد العقدية أو التخيلية، الأعداد العقدية أو التخيلية، اللي بيكون فيها رمز مو، اللي هو بيكون فيها اللي هو الحرف I. نقدر في النهاية نكتب حاجة جميلة جدا، إن الـ N الأعداد اللي هي بتكون الطبيعية بتكون جزء من الأعداد الصحيحة، بتكون جزئية من الأعداد النسبية، بتكون جزئية من الـ R، بتكون جزئية كلهم من مين؟ من الـ C. يبقى دي مجموعة الأعداد اللي هي موجودة عندنا في الرياضيات. إذا عجبت الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.